مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقتنا. إن شاء الله النهاردة هنعمل مهارات جديدة، وصفات جميلة، وإن شاء الله تنول الإعجاب. هنبدأ أول حاجة بوصفة لطيفة جدا محببة لينا أكيد في فصل الشتاء، شوربة العدس. شوربة العدس دي عبقرية، والعدس دي فوائد كتير جدا، وطبعا هنتكلم عنها وهنقول ان اختلاف الثقافات من بلد لبلد ممكن يخلي ان في بعض الدول بتعمل العدس مش زينا الاصفر، بتعمل العدس اللي بجبه في الشوربه وبتعمل ليه يخنات وحاجات جميله جدا. هنبدا نعمل ده، بس احنا النهارده هنعمل شوربه العدس بطريقه لطيفه. النهارده هضيف ليها البطاطا او القرع لو موجود عندكم مكان البطاطس. خلينا نقول بسم الله ونبدا المقادير ونتكلم مع بعض واحنا شغالين عن الوصفه اللطيفه دي. طيب، شوربه العدس عندي ربع كيلو من العدس الاصفر مغسول طبعا وتمام. عندي بصلايه متقطعه 4 ارباع، وعندي طماطمايه وست فصوص من الثوم، عندي بطاطا متقطعه مكعبات، وعندي عود كرفس، وعندي شعريه، وعندي زبده، عصير ليمون، ميه سخنه، مكعب مرق حسب الرغبه، هنقدم معاها بصل اخضر، ولو عايزين عيش مقرمش يبقى جميل. طيب، احنا هنبدا اول حاجه، بسم الله، خليني اطفي دي. هنبدا كده هنحط المحتويات الجميله دي هنا، الا وهي العدس، بسم الله، والجزر. العدس ده انواع كتير جدا، العدس الاصفر اللي احنا بنستخدمه دلوقتي وله فوائد كتير وفي نسبه فيتامينز وما بيسببش غازات للبطن وسهل الهضم، وفي العدس البني الخام، وده اشهر واحد يعني فيهم هو العدس اللي بجبه. بصوا، حط المرق، في نسبه عاليه من الكربوهيدرات والدهون، وطبعا فيتامين بي 6 ونسبه حديد حلوه، يعتبر اكتر واحد له فايده. العدس بقى البرتقالي ده المجروش، بصوا، عود كرفس واحد كده، شايفين الجمال ده؟ بيكون العدس ده بيبقى فيه نسبه الدهون اعلى شويه، حط كده شويه من الميه السخنه. وفي بقى العدس الاسود ده بيبقى فيه نسبة عالية جدا من الفوليك والحديد، مفيد للأطفال جدا جدا، بصوا، وللسيدات كمان الحوامل، بصوا. وطبعا في العدس الأخضر، هو ده مش موجود عندنا، بصوا أنا هحط عود بس من البصل الأخضر عشان ما بقدرش في الشتاء يبقى فيه عدس وما احطش بصل أخضر، وعلى فكرة هو من عائلة الكرات وبحط كمان الأخضر بتاعه عشان بس تبقوا انتوا عارفين يعني. طيب، مش بس كمان بناكله كده، تعالوا بقى نشيل ده، هحط معاه، انا حطيت مرق، هحط رشه ملح خفيفه، انا كده كده هطعم الملح ده في الاخر، والكمون مش هحطه دلوقتي، الكمون لو عندي حب هحط ربع معلقه عشان الغازات وعشان الريحه وعشان الحب دايما ما بيبقاش طعمه بيمرر مع الغليان، لكن لو انا مش عندي يبقى انا مش هاجل خطوه الكمون. الناس بقى اللي بتحب البصل الاخضر عايزه اقول لكم فوائده كتير جدا. اولا مضاد للالتهابات والفيروسات، كمان بيقلل من مستوى السكر في الدم، هو مفيد، والناس اللي بتبقى عايزه تخسر وزن غالبا ما بيحطوه اكتر على السلطات والحاجات، مفيد جدا للنظر برده مش بس الجزر، وفي فيتامين سي، بيقوي كمان الكولاجين في الجسم بشكل كويس، ف بيقوي كمان العظم. فالبصل الاخضر ده نعمه جميله جدا جدا، ويعني ايه استمتعوا بيه فتره الشتاء بجد هتستمتعوا بيه جدا. بصوا بقى، يبقى انا حطيت اول حاجه، هنزل مكوناتنا مره تانية ونشوف كده شكل شوربه العدس الحلوه دي. انا عملت ايه؟ انا جبت العدس الاصفر ربع كيلو، غسلته ويعني غسلته كويس لحد ما الميه بتاعته بقت بيضه وحلوه كده، وبعدين حطيته، حطيت عليه البصل، وحطيت عليه طماطمايه، وحطيت عليه ست فصوص ثوم، حطيت جزر مكعبات، بطاطا مكعبات او مكانها قرع لو ما فيش، بس جربوا البطاطا مكان البطاطس وهتدعوا لي، عود كرفس وشعريه، دي بعدين لما هنقفل العدس بتاعنا حطيت، وعندي طبعا زبده، عصير ليمون، ميه سخنه، مكعب مرق. نقدر نحط مكعب المرق ونحط الباقي ميه، او نحط زي ما انا عملت
دوبت المكعب في الميه اللي انا هحط فيها وسقيت بيها الايه العدس بتاعنا. هو ما بياخدش وقت كتير. في ناس بقى كانت تحب الشوربة دي تعملها مجروشة، عارفين زمان كان في كده صفاية اللي هي بتلف دي، فاكرينها الصفاية دي؟ كان في ناس تحب تحط فيها، تحس ان الشوربة دي مجروشة كده وليها طعم. ودلوقتي بقينا بنستسر وبنضرب في الخلاط على طول، فأنا خليه بس الأول ايه اعلي نار هنا شوية عشان تبدأ تبقى تمام، وهحمص كده جنبكم شوية من الشعرية جهزها جنبي عشان لما اجي احتاج العدس ان انا احط عليه الشعرية تبقى جاهزة خلاص. وما بسويهاش بنسبه كبيره في العدس، يعني بخليها نص سوا، لان هي طول ما هو بطفي عليه وبسيبه سخن هي بتستوي. فانا لو سويتها كل التسويه وهي في العدس وانا شفتها خلاص استوت، هاجي بعد ما اسيبه يفضل يهدى على النار كل ده تسويه، فتلاقوها عجنت، ما بيبقاش حلو. ولو الناس اللي محبه للشوربه ان تشربوا شوربه يعني ليها قوام كده متوسط، مش هتبقى حابه قصه ان الشعريه تبقى تخينه دي. نقدر نعمل منه فته، يعني بناخد العيش كده ونحمصه في الفرن، بيتقطع مكعبات ويتحمص، وبنبدا بقى نحط مع العدس بتاعنا وجزء كده من العيش، وبعدين نحط شوربه العدس دي بتبقى تخنت شويه كده، في ليها سماكه شويه كده، وبنتعمل لها بصل كمان مقرمش من فوق، تحط تتاكل فته كده. ممكن يتاكل بقى معاها البصل الاخضر، وممكن تبقى شوربه تحط معاها برده مكعبين كده من العيش متحمصين في الفرن خفيف بسيط، وبتحط عصير الليمون وتتشرب وتستمتعوا بيها. شوربه جميله بتدفي حلوه، واهم حاجه نصفي عشان في هنا قشر طماطم. اعتقد ان مفيش حاجه تانية ممكن تتصفى غير هي الطماطمايه بس، لكن طبعا اللي حابب يصفي تمام. انا هنا بسخن الطاسه هنا وهبدا كده عشان ابقى ادي طعم للعدس كمان مكعب الزبده. فانا هقلي او هشوح يعني الشعريه دي في الزبده. طيب الناس اللي هي حبايبي ما بيحبوش الحاجات الدسمه او مش عايزين القلي، او حمصوها في الفرن، هتحطوها في الفرن زي ما هي كده وهتتحمص، ونقلبها كده وتتحمص تاخد اللون بتاعها ونحطها. مفيش اي مشكله خالص. طيب انا دلوقتي بقى هاخد كده مكعبين الزبده دول ونروح هنا، وطبعا معاهم ده معاهم نقطه زيت واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تمنع ايه احتراق الزبده. خلاص وننزل كده الشعريه شويه، نص كوبايه، انا مش عايزه كتير، انا عايزاه يبقى فيه طعم ولكن ما يبقاش عجينه، يعني ما يبقاش فيها كميه كبيره من ايه من الشعريه. خلاص بس كده نص كوبايه صغنونه، ونقلب بقى الحبه الحلوين دول. في ناس بتحب بعد ما العدس ده بيطلع تروح عامله ايه، عامله له مثلا بصلايه. انا من الناس دي بحب، في ناس بتعمل له توم، انا بصراحه بحب البصلايه اشوحها واحمرها زي ما بنعمل للبصاره وزي ما بنعمل للكشك كده، تبقى ذهبي بس مش توصل للون بتاع الكشك والبصاره، وبعدين ايه مع معلقتين زبده حلوه او سمنه بلدي، واروح ضيفهم جوه العدس كده، بيبقوا جمال جدا في الاخر. الحقيقه بيدوا طعم كده جميل جدا، هي الحقيقه من الشربات الرائعه المغذيه واللي كلنا بنحبها، ودول كتيره يعني بتشاركنا في حب الشوربه دي، وطبعا مع التالق في انواع العدس المختلفه. بصوا كده نقلب بقى تقليبه حلوه كده، وايه ايوه انا بحاول اشوف لو في حد من حضراتكم باعت اسئله او حاجه، ونبدا نتعامل بقى. واي اسئله والله حضراتكم بتبعتوها انا فورا يعني بجاوب عليها على طول، ما بستناش علشان اصدقائنا يلاقوا الوصفه، وحضراتكم اول ما تبحثوا عنها تلاقوها. هنبص بصه كده، يبدا بقى شوربه العدس هنا ايه، هنقلبها تقليبه حلوه كده. احنا اتفقنا ان احنا هنا مش هنحط جوه المرق الكمون، لو هو ايه باودر هنحطه يكون بالظبط كده ايه حبوب، يعني حبوب افضل. ماشي، هنسيبها بس تغلي كده. وانا على فكره من الشخصيات اللي ما بستناش الخضار يستوي بنسبه 100% عشان عايزه اخد الفايده بتاعته كلها، فبستناش عليه. بحط لو عندي عود كرات هحطه فرنساوي، او مكانه البصل الاخضر.
من نفس العائله. معانا. الفزوره مش هقول لك عليها دي بقى عشان دي فزوره. ايوه صح. هما كشفوني عرفتوا دي لايه طبعا اكيد يعني استشفيتوا. ايوه انا منع. ايوه ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بصوا كده احنا ايه بنشوح كده الشعريه وانا معلقه الزبده دي انا طعمت بيها عشان اللي مش عايز يحط حاجه تاني غير شويه الشعريه ماشي. على فكره في ناس تحب تحط الشعريه وفي ناس ممكن تحط لسان عصفور عادي على فكره الاثنين كويس بس احنا المتعارف اكتر بنحط فيه الشعريه. طبعا الشعريه مع الزبده او معلقه السمنه البلدي جميله. بصوا بقى جربوا بقى مكان البطاطسايه. البطاطسايه دي لو كانت كبيره شويه وجينا نضرب الشوربه في الخلاط تلاقوها بتعمل مطه كده ليها مطه كده تلاقوا الشوربه فساعات ما بتبقاش يعني الطعم قوي. لكن جربوا بقى البطاطايه او جربوا القرع العسلي مكعبين ثلاثه منه كده وشوفوا شوربه العدس دي طعمها يبقى عامل ازاي. خدوا فوائد حاجات احنا مش عاده متعودين عليها. اهو هنشوحها بقى حلو. شطوره يا قمر كده ونقلب تقليبه حلوه. واول ما توصل كده لدرجه معينه هروح رافعه الايه الطاسه عشان ما تتحمرش زياده. احنا برده عايزينها لونها يبقى خفيف. وطبعا الخلاط جنبي هبدا اضرب المكونات وارجعها تاني. احلى حاجه بقى ان احنا نعصر كده عصير الليمون. اللي عايز يعمل بصلايه يا جماعه مفيش مشكله بصلايه صغيره كده تدي طعم. في ناس بتحط مع البصله دي توم او العكس تحط توم بس. انا بصراحه ما جربتش التوم بس ده او يعني انا حبيتها بالبصل اكتر لكن كل واحد طبعا على حسب ما بيحب. بصوا كده اهي هكتفي بقى باللون ده مش عايزه الونها عن كده بس اسمحوا لي. اما هرفعها بقى اجيبها كده وهي لسه هتفضل شغاله وده من ضمن الحاجات اللي تثبت لنا انها هتاخد تسويه تاني هتاخد لون ازيد عشان كده انا رفعتها بدري. لو انا رفعتها في اللون اللي انا عايزاه هتقعد شويه وهتغمق عن كده كمان. خلاص اهو وهي مرفوعه من على النار بدات برضو اللون زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الله الله والكرفس عامل شغل عالي جدا الحقيقه يعني. بسم الله الله ايه الجمال ده. حط معلقه ملح بقى كده صغيره وعايزين نجهز الكمون القمر. احنا كان في كمان دبس رمان يا ولاد. ها بصوا الله. لا بصوا الجمال الله 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 الله. انا شويه بس 5 ثواني كمان انا ممكن في المرحله دي ازود شويه ميه سخنه زياده اهي اهي. بصوا شويه ميه سخنه زياده والقوام يرجع لحضرتك قوام الشوربه زي ما انتوا عايزين. انا ما بحبش اضرب المكونات زياده يعني ما بحبهاش تستوي زياده قوي تتهري. انا عايزه احس بالفوائد اللي فيها وعايزه اخدها واستمتع بطعمها. خلاص فاحنا يا دوب كده بس العدس يبدا ايه يدخل في التسويه يعني. خلاص وهغطي بقى. بصوا الشعريه بعد ما سبناها خدت اللون ازاي يعني ازداد الدرجه بتاعه اللون. وده اللي انا اقصد اقوله لحضراتكم ان في لسه بعد ما بنطفي النار بيبقى فيه تسويه لسه شغاله لان الحاجه دي بتفضل سخنه. خلاص تسلم ايديكم. طيب هنبدا بقى كده. طبعا اللي يجي بقى يستخدم المج بتاعه بنروح حاطين له كده مكعب زيت صغنن وايه وشويه عصير ليمون ونديله العيش المقرمش وياكل. ولو حابب بصل مفيش مشكله. هنبدا بقى نجهز الخلاط. اوكي يا حبايبي انا ممكن بقى استعد ان انا اخلط دول في الخلاط عشان ما اجوش حضراتكم بالخلط الكتير وايه ونرجع نستسمحكم في استراحه ونرجع بعد الاستراحه نكون ضربنا شوربه العدس الحلوه دي ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض فيها ونقدمها سوا ازاي. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا كده القوام اهو هما بقى عايزينه تقيل وجميل كده. انا طبعا عشان احط الشعريه لازم اضيف شويه ميه اهو ده الكرفس بقى والبطاطا والحاجات هضيف كده شويه ميه عشان لما احط الشعريه تستوي معايا على طول. وهنزل الشعريه
اهو خلاص، وهنقلب تقليبتين ونديها غلوتين، وبعدين نبدا نقدم الايه شوربه العدس بتاعتنا القمر دي. الله، بصوا تغلي بس غلوتين حلوين. تمام، طبعا عندي عصير الليمون، هنبدا دلوقتي حبه كمون حلوين كده ونقلب، وطبعا بندوق الملح لو في اي حاجه. احنا دوقنا، نشيل بس الكزرايه هربانه هنا اهي، اللي عايز يصفي براحته، بس هو عشان في كرفس بقى وحاجات حلوه تقدروا تقشروا الطماطميه قبل ما تحطوها، عادي جدا على فكره. بصوا جمال، تغلي بس غلوه عشان الشعريه دي تستوي، وبعدين نجهز الطبق بتاعنا. بسم الله، وطبعا اللي عايز مجات كمان من الشوربه ممكن جدا نعمل لنا برضو كده مجين حلوين للي عايز. هناخد فين الليمون؟ اضع عصير ليمون، وادي ليمونه اهي. عصير الليمون ده ما بحطوش غير في الاخر خالص، لو حابين تضيفوه على نفس العدس، يعني حابين تحطوه على العدس نفسه في الاخر ماشي، عايزين تحطوه على المج نفسه وقت ما نيجي نستخدمه برده ماشي، بس لا، لان الفيتامين سي بيتكسر في الحراره، فما احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نستفيد بيه، فانا هاجي اسخنه كله تاني هبقى ضيعته، فانا احسن لي ان انا اخد ايه، لو الكميه دي هتتشرب دلوقتي خلاص هستخدمه، لو الكميه دي هتقعد لا يبقى انا هحط على اللي هستخدمه دلوقتي، بتحط اخر حاجه اهو. يغلي غلوتين، دوق بس الملح. بسم الله، حلو قوي. لسه بقى مع الليمون اهو، دي السماكه بتاعته، اللي عايز يخفوا عن كده يا جماعه يخف، بس انا خفيت بشويه ميه لازم وقت ما اجي اسوي شويه الشعريه. خلاص، في ناس تحب الشعريه اكتر، ناس تحبها اقل، براحه حضراتكم، ناس ما تحبش تحطها خالص. يلا بينا. ممكن نعمل كده، تعالوا ننزل مقادير حاجه جميله جدا هنعملها دلوقتي. كفته بالبرغل، كفته بالبرغل دي من الحاجات المحببه لناس كتير، وتعالوا نعملها كده بطريقه حلوه نستفيد منها ونبقى فكرتها جميله وسهله علينا ونسويها في الفرن على طول. يلا بينا نقول المقادير. عندي كفته البرغل، كيلو لحمه مفرومه طبعا فيها نسبه دهن على الاقل 150 جرام ل 200 جرام معاكم زي الفل، كوبايه برغل منقوعه ومتصفيه، وبصلتين مبشورتين، هاخد الميه بتاعتهم او التفل بتاعهم، والميه مش همشيها. عندي معلقه كبيره بيكنج باودر، ودي من الاساسيات، العنصر المهم جدا جدا في الكفته، هيساعدكم كتير كتير. بابريكا وملح وفلفل، فحمه، اسياخ، شيش طاووق، وكمان لو عايزين تحطوا بهارات من بهارات اللحم هتبقى لطيفه جدا وجميله. بصوا بقى، هنسيب الشوربه دي شويه، خليني ازود ليها بس شويه ميه سخنه، ما بضيفش ميه ساقعه خالص، بضيف ميه سخنه. بصوا ما شاء الله ربع كيلو عمل لنا كميه حله كبيره مشبعه جدا وجميله اهي. عايزين بقى نعمل كده في البروكلي، عايزين نعمل كده في شوربه البطاطس، عايزين نعمل كده في شوربه الطماطم، شوربه البصل، الحاجات دي مهمه ومفيده في الشتاء، واكتر وقت بنقدر نشرب فيه الشربات المغذيه دي هو فصل الشتاء الحقيقه، فما فيش وقت تاني غير كده. خليني بقى ابدا دلوقتي اصب بس معاكم كده اللي هو المجز الصغيره دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، رائعة للأسف. بصوا كده، بسم الله، بصوا الشعرية استوت على فكرة، عايزة أوريكم شوية الشعرية، بصوا أهي استوت، طالما طريت وخدت شكل ال يعني واخده كده مرنه كده تبقى تمام.
اي فندم طبعا طبعا يا فندم. هو وصى حضرتك على كده يا فندم؟ طيب يا فندم الراجل بيستأذن. حاضر. من عنين يا فندم. بسم الله. والله ده جميل. ربنا يا نهار ابيض ما خلفتش اصحح يا فندم. بس كده عينيا ليكوا كلكوا والله. ورانيا حبيبتي عشان بتحب شوربه العدس. معلش يعني انا حضرتك تذكرت العنصر الذكوري ولم تتذكر العنصر البناتي النسائي الجميل. حبيبه قلبي يعني. يا فندم اهي واحده رانيا واحده لبشوي والطبق الكبير ده حضرتك يعني براحتكم خالص. بصوا بقى هاخد كده. ماشي. بسم الله بسم الله. والله الشوربه دي بسم الله. والله عشان يبقى شكلها حلو بس ما ت... بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض. كوبايه بمج. في ناس تشرب في المج بتاع الشاي. كاسرولة. بصوا بقى الجمال. بسم الله. انجزنا والله يا استاذ فضل والله. تسلم ايدك يا فندم. ايوه يا فندم. بسم الله. ننظف بس حوالين الطبق القمر ده. هياك معايا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. خليني بقى ايه اعصر الليمونه الجميله دي من الاول. في واحدة وقعت هنا معلش نشيلها عشان اللي يجي ياكل ياكل وهو مستريح. طيب بصوا كده تمام. يا سلام. تسلموا يا حبايب قلبي. ممكن بقى ايه استنوا كده اخد لكم من هنا. يا سلام بصلايه كده خضرة قرن الفلفل الاحمر ده. تعالوا بقى ايه كم واحدة بصل اخضر هنا. يا سلام خد اكتر من حقه يا فندم. بس يستاهل والله يستاهل. حلو كده. يلا بينا هنقدم دي هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعد بقى ايه نقفل الكفتة ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بسم الله. يلا بينا.